سنين والناس بتدور على كلمة حب حرفين مش متعشين ثواني ودقايق وساعات وايام وشهور وسنين وشهور وسنين والناس بتدور دور على كلمة حب حرفين مش متعشين جالنا يسوع قسم الزمان كله النصين ومعنى اسمه حق وحياة حياة مش دين وتسمى على اسمه على اسمه الزمن وبنفسه دفع بدمه الثمن زمن الحب زمانه اه من حب وحنانه زمن الحب زمانه اه من حب وحنانه وزمانك انت بقى من حب واقف فين 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 مثل ما عودناكم حلقة جديدة من زمن الحب هيكون معي للمرة الثانية انه انا اتبارك بالاخ ايميل فوزي اهلا وسهلا فيك مرة ثانية بالاستوديو اهلا بيك اهلا فيك اخ ايميل هالمرة حنحكي عن موضوع مختلف حنحكي عن بيلسان في جلعاد البيلسان في جلعاد شو هو البيلسان؟ في أرمية 8 ذكر إصحاح كامل بيتكلم عن البيلسان والخبرة العربية تقول ايه هو البيلسان يعني انت تحكي لي اكتر عن البيلسان هلا انا بعرف انه البيلسان هو بيدخل بالطب العربي بيقولوا انه هو نوع من انواع الزهر اللي بنحط بنعمل منه زيوت يعني مثل بتنعصر بنعمل منه زيوت وبتنحط على الجرح ايوه فهو بيعجل بشفاء الجروح ايوه شو له رمزيه بالكتاب المقدس البيلسان كريم مرطب مطيب شافي إشارته هنا في أرمية 8 للرب يسوع وعمل الرب يسوع فالرب هو الشفاء وعمله هو الشفاء رائع يعني الرب يسوع هو الدواء اللي بنحط على الجرح بطيب لمين هذا البيلسان؟ أنا نفسي أطمن نفسي وأطمن المشاهد أن يوجد بيلسان حلو يوجد بيلسان تعبير يوجد بيلسان يعني يوجد شفاء من الرب لكل الحالات في أرمية 8 اكتشفت أن كل الإصحاح لمجد الله بيتكلم عن لمن البلسان وهناخده ازاي وهنعمل بيه ايه فيجي من عدد 5 البلسان او الشفاء لمن ارتد ارتدادا دائما فبيقول فلماذا ارتد هذا الشعب في اورشليم ارتدادا دائما لكل من بعد عن ربنا وخدته الدنيا خدته الخطيه يحتاج البلسان يصرخ في مكانه ويقول لربنا انا عايز شفاء لاني انا اتسحبت منك يا رب سحبه كبيره او سحبه بعيده البلسان في عدد 6 يقول ليس أحد يتوب عن شره قائلا ماذا عملت البلسان للي يقف وقفة المرجعية ويسأل أنا عملت إيه أنا رحت لفين أنا سويت إيه بيقولوا أنا وصلت أنا وصلت لفين أذكى البشر هو من يسأل نفسه كل خطوة أنا عملت إيه وصلت لغاية فين لكن إن أنا أمشي بصورة عشوائية أو بصورة فوضوية واتحرك كتير بدون مرجع للأهداف والنتائج ده كتير أنا محتاج بلسان إلهي وشفى من الأمر ده فالبلسان للي ارتد البلسان للي عايز يسأل نفسه سؤال ماذا عملت السؤال الثالث أو لمن البلسان يقول في عدد 7 أما شعبي فلم يعرف قضاء الرب البلسان لمن أراد أن يميز كتير من الناس الأيام دي مش واخدة بالها من شغل ربنا في الدنيا تمام يعني يقولك أنا ماشي تيجي تسألي الأخبار يقولك ماشي أخبار دنيتك ماشية لكن هنا بيقول ربنا شعبي لا يعرف قضاء الرب لمن البلسان لمن أراد أن يميز عايز أميز الدنيا ماشية إزاي الظروف ماشية إزاي الأحوال دي سياسية اقتصادية دينية روحية لو أنها توصل رحلي فين صحيح يعني أنا لما أتكلم بصورة فردية أقول أنا بعاني الأيام دي ميز بتعاني ليه
بتعاني عشان ربنا عايز يدخلك دايرة إيمان أكبر، عشان تشكر وتعظم، علشان تنتظر ربنا. بتعاني الأيام دي علشان تتوب وترجع، زي ما بيقول الكتاب في أرمية 10-18، وضيق عليهم لكي يرجعوا. صحيح. ميز، يعني ربنا أراد إن احنا نميز. وعلى الحال السياسي اللي بتمر بيه الأرض الأيام دي، حركات الشعوب وثورات الشعوب، وكم التغييرات السياسية اللي حصل وسطينا، تخلينا عايز أميز. يا رب دي أيام أخيرة، دي أيام أخيرة، ولا علشان أنا بسمع أن دي أيام أخيرة، ولا علشان المنبر بيقول أن دي أيام أخيرة، ولا عيني وقلبي ونفسي بتميز وبتقول دي أيام أخيرة، دي أيام أخيرة. صحيح. فأنا عايز أميز، عايز أميز أن ده حال يدعوني أن أنا عايز بلسان. أو أنا ماخد في وشي أخت ليالي ومش قادر أميز، أنا محتاج بلسان من عند الرب للتمييز. تماما. أخ إميل، أنا يعني توصلت من كلامك أنه مع الرب أول شيء ما في مستحيل. أمين. هذه شغلة. وأنه هذه حتى اللوم على الرب، يعني تلاقي واحد عنده مرض اسمه أنا لوم الرب. أي. ليش عملت فيني كذا؟ أنا ليش موجود هون؟ وبتوصل فينا الدرجة أنه أنا ليش خلقتني؟ يعني عم شككه بعمل إيده. أيوه. ليش أنا موجود؟ متميز بطبعه، سوري، متذمر بطبعه. تماماً. متأسف، متذمر بطبعه. يعني هذا بده يغطي قلبه بالرب، بالبيلسان يغطي قلبه فيه. أيوه، أشكر وشوف نعمة ربنا وإيد ربنا وخير ربنا. تماماً. بتلاحظ كمان أنه حتى يعني يدعوني في الضيق. ايوه، فاستجيب. يعني حتى بالضيق بيقول لك الرب انه ما في مستحيل، ما في ضيق. لما بتكون ضايع، لما بيكون في اسئله كثير على بالك. هلا انا بلاحظ انه حتى انا نفسي احيانا بقعد بقول يا رب، هلا مثلا التفسير هذا بكتابك صح؟ لانه بتيجي تفاسير بالكتاب المقدس، بتعرف انت اكثر من حدا بيفسرها. فبتحس دائما انه في شيء جواتك بيسكن، بيشفي هذا التساؤل، وبيوجهك مباشرة على التفسير الصح. صحيح. طب أنا كيف باخد هذا البيلسان؟ كيف بحصل عليه؟ أنا نفسي برضو، لسه السؤال الأول عايز أرجع له شوية. ممكن إذا سمحت لي. أكيد. لمن البيلسان في عدد 9 بيقول خزي الحكماء ارتاعوا وأخذوا. لكل من فقد الحكمة، لكل من فقد الاستقرار، لكل من تخبط وسكته بقت الأيام دي مفترق طرق ومش قادر يمشي أو ياخد قرار، انت محتاج بلسان. خزي الحكماء ارتاعوا واخذوا. كمان لمن البلسان في عدد 11، يشفون كسر بنت شعبي على عسم. ايه يشفون كسر بنت شعبي على عسم؟ العسم اللي هو الصديد. يشفون كسر بنت شعبي خارجيا، ومن جوه في صديد. لكل من شفي شفاء جزئي او شفاء خارجي، ومن جوه في صديد، ومن جوه في الم، ومن جوه في معاناه، انت محتاج بلسان. عمين، انت قصدك على الحكماء ان المؤمنين اللي بيضيعوا صح؟ لا، يا ريت. ده هنا بيقول خزي الحكماء ارتاعوا واخذوا، الموهومين ان دي حكمه. الموهومين، خزي الحكماء ارتاعوا واخذوا. خزي الحكماء الدنيويين اصحاب خزي، انا بمشي وراهم، بمشي ورا حكمه الارض، فبلاقي نفسي تعبت، اتخبطت، انكسرت. مشكلة الأيام دي بنعيشها يا أخت ليال، التخبط. أنا مش عارف أنا عايز إيه. هذا حكي صح. شباب كتير، شبان وشابات، مش عارفين هم عايزين إيه. أنا عايز أوصل لإيه؟ أنا رايح فين؟ أنا بخدم ليه؟ أنا عايش ليه؟ هدف وجودي في الأرض إيه؟ تلاقي ألف مشروع وألف حكاية وألف طريق وهو ضايع بالدنيا. أيوة. أوقات يجي مثلا شاب يقولك أنا عايز أخدم. أوقات تاني يجي يقولك أنا عايز أسافر برا، خارج البلاد العربية. أوقات تالتة يقولك أنا عايز أتجوز. أوقات رابعة أنا عايز أشتغل. هو مش عارف، كل مرحلة بتتغير فيها اتجاهاته. صح. فده خزي الحكماء ارتاعوا وأخذوا، وابتعد عن صوت الرب نفسه. دي مشكلة كبيرة. مع أن الوعد بيقول في مزمور 32 عدد 8، أعلمك أرشدك الطريق التي تسلكها أنصحك وعين عليك. ما ده الشفاء، أن ربنا ياخد بإيدي وياخد بخاطري. كمان من ضمن في عدد 13، لا عنب في الجفنة ولا تين في التينة والورق ذبل. لمن البلسان؟ للي فقد الخير الأرضي، للي عنده أزمات مالية الأيام دي. صح.
للي بيعاني من قلة الماديات وقلة الحيلة صحيح. اللي في اليد. أنا محتاج أجي ربنا أقول له ليه كل الأزمات دي؟ أنا عايز بلسان. ليه كل المشاكل دي؟ ليه كل الضيقات دي؟ ليه بستلف كتير؟ ليه أنا مديون كتير؟ أنا محتاج بلسانك يا رب. لمن البلسان؟ في عدد 14 جملة في منتهى الروعة. لماذا نحن جلوس؟ ونقطة بعد كده، لماذا نحن جلوس؟ لمن البلسان؟ لمن جلس طويلا؟ المتقاعدين، المتقاعدين، المتفرجين، السلبيين، اللي ما بياخدش خطوات جديدة، اللي دايما وضعه، وضع حياته أو حالة حياته جلوس، جلوس في الفكر، محاصر نفسه، أيوة، جلوس في المشاعر، جلوس في الخطوات، جلوس في القرارات. هنا في نداء لربنا يقول فلندخل إلى المدن الحصينة ونصمت هناك. تعالوا ندخل، تعالوا نعمل خطوة جديدة. لمن البلسان؟ للي طالت فترة جلسته عن اللي مفروض يكون. صحيح. مشيئة ربنا أخرج من جلستك. في يوم من الأيام الرب قال لشعبه كفاكم قعودا في هذا الجبل. صحيح. أنكر ربنا، رفض، كفاكم قعودا في هذا الجبل. بتلاقي قاعد كل نهار بالبيت وعم فكر أن اليوم رح روح اجتماع وبقدر رح روح أعمل خدمة وبعدين 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 وبعدين، وآخر النهار بتلاقي أكل وتفرج على التلفزيون ونام. دي حياة؟ مش ممكن تكون دي حياة الإنسان اللي ربنا كان عايز فيها يتمجد. صحيح. ومشكلة أكبر اللي هي يا ريت الجلسة الحرفية جلسة الرؤية، جلسة الأحلام الروحية. أحيانا الأحلام والرؤى بيحصل لها جلوس، أي رقود، خمول. هنا سؤال مش اعتراضي، سؤال ثوري، لماذا نحن جلوس؟ تعالوا نفجر حركة الأيام دي، تعالوا نجري مع ربنا، تعالوا نعيش رؤيتنا ونعيش أحلامنا، تعالوا نعيش شكرنا، تعالوا نعيش خدمتنا، تعالوا نفرح بربنا، تعالوا نبتهج بربنا، تعالوا نجري مع ربنا، تعالوا نجري في ربنا، تعالوا نجري لحق ربنا. صحيح. أنا هلأ خطر على بالي فكرة أنه المؤمنين بيكونوا مثل منجم الذهب، يعني الذهب لما بيكون موجود بيتراكم فوق الحجر مع الوقت، يا ريت نحط ديناميت بقلب هالحجر. امين. نفجره عشان يطلع الذهب. امين يا رب. امين. امين باسم يسوع. كيف بناخذ البلسان؟ البلسان كيف ناخده؟ في عدد 18 يقول من مفرج عني الحزن، قلبي فيه سقيم. عشان اقدر احصل على البلسان او الشفاء او احصل على ربنا شخصيا، اجي ربنا باعلان قلبي فيه سقيم، انا مريض يا رب. صحيح. أنا من جوه تعبان، أنا من جوه بعاني، أنا من جوه بنزف، أنا من جوه تايه، قلبي فيا سقيم. صحيح. هسمع صوت ربنا وهو بيقول يا ابني أعطني قلبك. ما قالش قلبي يكون شكله إيه. أنا بزعل جدا لما أسمع واحد أقول له تعالى، ربنا يقول لي لما قلبي ينضف، لما قلبي يبقى أفضل من كده. لا، أنا أروح لربنا بقلبي المريض زي ما أنا. صحيح. بقلبي اللي مش نظيف، بقلبي التايه، بقلبي التعبان، بقلبي المحتار، بقلبي السقيم، واجي ربنا واقول له انت طبيب القلوب. أيوه. اشفيني يا رب. نعم نعم. بتلاحظ حتى الرب بيقول لك، يعني اذا في حتى برجع الاحتياجات الماديه بهذه الاوقات الصعبه، الرب بيقول لك انظر ذنابك الحقل وطيور السماء. أيوه. انها لا تزرع ولا تحصد. يعني سلم قلبك للرب وعن جد عاد قدامه بمحضره وما بظن في شيء رح ينقص. ايوه. لانه السامرية قال لها انت حتشربي هلا مي، عم تتعبي وتشيلي مي، بس انا حاعطيكي ماء الحياه الابديه. نعم نعم. فاول لازم يكون اتجاهي بتفكيري بالارض هون ولا فوق؟ سؤال بيطرح نفسه. يساعدنا ربنا ياخذنا لامكانياته. تماما تماما. يعني روح. اتخلع من الارض ومن ما فيها. صحيح. فاول شيء عشان احصل على البلسان، اعلن حاله قلبك، اعلن مرض قلبك، اعلن اللي جوه قلبك. اثنين، في عدد 19 يقول هوذا صرخة استغاثة بنت شعبي. صوت استغاثة، صوت استغاثة، ودي تفرق كتير. أنا لو قلت وأنا قاعد قلت ليال، لو حد بيسمعني يقول ده بينطق اسمها، لو بينطق اسمها، لكن لو قلت ليال يقول ده واحد ده بينادي عليها. لكن لو جيت قلت يا ليال، ده صوت استغاثة، صوت الاستغاثة اللي هو صراخ مستمر، وجع مستمر. صحيح. ده اللي احنا محتاجينه الأيام دي. أنا شايف إن احنا عندنا أزمة استغاثة. صحيح. أزمة استغاثة. صحيح. في الاجتماعات، وأزمة استغاثة في التوبة. صحيح. أزمة استغاثة في بيوتنا، أزمة استغاثة لأجل أولادنا،
أزمة استغاثة لأجل خدمتنا، أزمة استغاثة لأجل رؤيتنا. استغاثة، استغاثة يعني أنا جايب كل إمكانيات صراخي، صح، مش صراخ، إمكانيات صراخي، صحيح، وطالب منك يا رب لازم تتدخل وتشفيه. نعم، هللويا. بتشوف انه في شاب مثلا موجوع او متضايق او عنده مشكله، يقعد يبرم على الناس، انا عندي المشكله ساعدوني، والناس يا ريت بتحلها، بتحكي لبعضها، هذا عنده مشكله، هذا عنده كذا، ليش ما انا اجي يعني ببساطه احط مشكلتي قدام الرب. ايوه، يعني ما في ابسط من انا اتيت من اجل المرضى، هو اجى كرمال، يعني هو قال بتمه، قال انا اجيت مشان المرضى ما مشان الاصحاء. فالمرضى ما قصده انه هو اجى كرمال المرضى التعبانين جسديا، بس هو اجى كرمالي روحيا. أيوة. لما اتعب يعني كيف، ليش لحتى اروح اشرب من اخر النهر وانا عندي النبع؟ انا عندي الاساس. عندي المصدر. هلا انا اخذت البيلسان وعرفت اجيبه، شو فوائده بحياتي؟ قبل ما اخذ الفوائد، اذا سمحت لي، في عدد 20 يقول: مضى الحصاد، انتهى الصيف ونحن لم نخلص. راح الوقت. يعني كيف احصل على البلسان؟ اعلن قلبك السقيم، استغيث. اثنين، في مزمور 30 يقول: استغثت بك فشفيتني. هللويا. ثلاثة، املك الفرصة. نعم، يعني الفرص اللي ضاعت فيكم، وإيجي في عدد 20: مضى الحصاد، انتهى الصيف ونحن لم نخلص، لكن أنا جاي لك يا رب في الفرصة دي. يعني نفس المشاهد اللي بيسمعني النهاردة، أملك فرصتك النهاردة، من كل قلبي بقول لك دي فرصة رجوعك وتوبتك، فرصة شفاك، فرصة الشفاء العظيم. إيجي ربنا أقول له: يا رب النهاردة أنا لازم أشفى من كل أوجاعي، من أتعابي، من أمراضي، من ضغوطي، من حيرتي، من مرارتي، من كل الأسام، من كل ما صدر في حياتي، أنا عايز شفائك. ومكتوب: أرسل كلمته فشفاه. سؤال حضرتك اللي في عدد 22: أليس بلسانا في جلعاد أم ليس هناك طبيب؟ فلماذا لم تعصب بنت شعبي؟ هيعمل لي إيه البلسان؟ هيجيب لي الطبيب. صحيح. هيجيب لي الطبيب. أليس بلسان؟ لا، في بلسان. هيجيب لي الطبيب. هيجيب الطبيب. هيجيب الرب في حياتي. هللويا. ودي توزن الجملة اللي أنا بقولها، توزن. هيجي ربنا في حياتي، مش هيكون مجرد حاجة هامشية، صحيح، ولا حاجة سطحية. مش هودك يا رب من دلوقتي، لكن أنت هتبقى في دنيايا تسيطر عليا، تفرح أيامي، تريح قلبي، تعززني، هللويا، تشجعني، تخليني أشوف اللي جاي أروع وأحلى وأجمل من كل اللي فات. لما ربنا يجي هشوف اللي جاي، أقول كده: اللي جاي هيكون أجمل من كل اللي فات في المسيح يسوع. نعم. وبالمسيح يسوع. نعم. مش بأي قوة. يجي هو ويعصب جرحي. هنا بيقول: أليس بلسانا في جلعاد أم ليس هناك طبيب؟ صحيح. فلماذا لم تعصب بنت شعبي؟ فالبلسان هيجيب ربنا، وربنا هيشفي نزيفي. نعم. أحيانا الرب مثل ما أنت قلت أنه بيضيق على شعبه لحتى يلجأ له. ما دائما الطبيب بريحك من البدايه، احيانا بيكون في الم لتوصل للراحه، احيانا بيكون في جرح فوق الجرح، يعني مثلا جرح نشف بس في التهاب. ايوه، فهو حيضطر يفتح الجرح لحتى يداوي قلبه. فاحيانا هذا الوجع ان احنا فيه ما ضروري يكون خلص الرب يقس منا. يعني انا بحس حالي انه انا بصحك اليوم ما لانه انا فايقه مشان اكل واشرب ونام، لانه في سبب الرب عطاني فرصه جديده مشان اصحى كرماله. يعني يوم جديد لحتى اعوض اليوم اللي كان قبله. اشكرك. يعني قديش صعبة واحد أنا نام بخطاياي وما عود فيه. هيدي بتخليني يعني أنه أنا يعني بتعمل رهبة. أيوة أيوة أيوة. مش عارف، أنا بشعر في الحلقة دي أن مشيئة ربنا لكل اللي بيسمعنا ويشوفنا. أمين. في شفاء باسم يسوع. في شفاء، وشفاء عظيم. نعم، باسم يسوع. وكل اللي فات فيكم واللي جاي فيكم تاني، أنسى. نعم. ما هو وراء. نعم. وأمتد. ربنا النهاردة ناوي ياخد موقف من ماضيك، اللي تعبك واللي وجعك واللي جرحك واللي شايلك هموم واللي بكاك، اللي بكاك، وهيبدأ معاك بداية جديدة تقدر تقول ما فات ولا، واللي جاي هيكون رائع في المسيح يسوع. أمين أمين. ثقوا أن الرب ما عنده حكم سلبي على حياتك، شو ما كان اتجاهاتك، شو ما كان، حتى لو كنت وقعان بقصة يعني مخدرات، خلينا نقول قصة كبيرة كتير، أنت إذا قلت للرب: يا رب أنا محتاج لمسة شفاء بحياتي، كون واثق انه الرب هيمد. أيوة. ايده وهيتصرف. ايوه ايوه فعلا، لانه الرب يعني وما عنده غير محدود بزمان ومكان. صحيح.
شو استخدم؟ استخدم طين تفل وعمل طين وحط على عينه وخلق له عيون جديدة. مد إيده، نطق كلمة. يعني ما فيني أنا حد الرب، ما فيك تقعد تقول الرب تصرف بحياتي، لا اترك الرب يتصرف برياحته بحياتنا. مش احتمال، مش احتمال يجي ومش احتمال يشفيني، أكيد هو الطبيب الوحيد اللي في الوجود. أمين. المتخصص في كل الأمراض اللي واثقين من شفاه بنسبة 100%. أمين. وعلاجه 100%، علاجه دم المسيح اللي سال على الصليب. هللويا. يطهر كل واحد. أنا واثق. ويشيل كل الخطايا. أمين. وكل من عانى زي ما حضرتك قلت مخدرات أو غير، دم المسيح فيه كل الكفاية إن يرفع راسي ويخليني أغني بين الناس وأقول ليا إله عظيم. ليا إله عظيم. أمين. أخ أمين بدي منك تصلي لي عشان توصل لمسة شفاء لكل القلب عم يسمعنا هلا. يا رب يسوع المسيح، النهارده بنوجه صلاة خاصة جدا يا رب لكل من عانى، لكل من تعب، لكل من توجع، لكل من شال هموم، لكل من شال حيرة، لكل من انكسرت كل ما في أعماقه من أمل ورجاء. النهارده يا رب ارسل بلسانك للقلوب. اشفي يا رب، اشفي وتعالى انت للقلوب. النهاردة ندعوك، ندعوك يا رب، ندعوك لكل مشاهد ومشاهدة. نعم. تعالى انت واشفي القلوب. نعم. اشفي من الضربات، واشفي من الأذى، اشفي من المرارة، اشفي من الخطية، اشفي من الخطية، اشفي من الخطية، اشفي من أعمال الشيطان، اشفي من الجروح القديمة يا رب. نعم. وابدأ بدايات جديدة، وارفع راس كل واحد اتزل خلال الماضي. شيل الماضي من القلوب وابدأ بدايات جديدة، وخلي اللي جاي يكون أعظم من كل اللي فات في عمل دمك. دمك يا رب، دمك يطهر من كل خطية. نؤمن إن دمك النهاردة فيه كل الكفاية. نعم. لصناعة شفاء سماوي عظيم. شكرك لأنك بتسمع، شكرك لأنك استجبت، ولك كل التعظيم. أمين. 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 أحبائي يا ريت ناخد وقتنا، أنا تعب قلبي وأنا أقول ناخد وقتنا قدام الرب، نترك له فرصة يشفي لنا جروحاتنا، جروحات الماضي قد ما كانت كبيرة. ما فيني أقول تحرش، ما فيني أقول إشي كبيرة، أكيد كل حدا عم بيشوفني سواء كان بنت أو شاب، كبير بالسن أو صغير. أيوه. بالسن في عنده جرح بقلبه، أنا ما رح أقدر أحكي لأنه أنا يعني ماني أنا حدا كبير تماما. طبعاً طبعاً. بس أنت عارف الجرح اللي بقلبك وعارف مين سببه. سامح وغفور، حط قلبك قدام الرب، الرب هيمد إيده ويتصرف. أنا عندي أمين. إيمان. أمين. أنا يا عندي رب. ثقة باسم الرب يسوع. أمين. أخ إيميل، هذه كانت تاني مرة، أكيد ما حتكون آخر مرة وجودك معي. ده شرف ممتاز ليا. شكرا. أنا شرفت بحضورك بحلقتي، بتمنى تكونوا استفدتوا وأخذتوا كلمة الرب من الأخ إيميل مثل ما أنا أخذتها. بتشكر متابعتكم، بشوفكم بحلقة جديدة من زمن الحب. ثواني ودقايق وساعات وأيام وشهور وسنين، والناس بتدور على كلمة حب حرفين مش متعشين. ثواني ودقايق وساعات وأيام وشهور وسنين، وشهور وسنين، والناس بتدور على كلمة حب حرفين مش متعشين. جالنا يسوع قسم الزمان كله النصين، ومعنى اسمه حق وحياة، حياة مش دين. على اسمه، على اسمه الزمن، وبنفسه دفع بدمه الثمن. زمن الحب زمانه، من حب وحنانه. زمن الحب زمانه، من حب وحنانه. وزمانك انت بقى من حب واقف فين 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 فين.